نرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام في أولى وقفتنا في هذا الصباح مجموعة الأخبار المنوعة، واللي هنبدأها بالتأكيد من زيارة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل لمصر بالأمس، واللي كان ليها أصداء ومحاور كتير مش بس سياسية واقتصادية، ولكن أيضا فيما يخص الحرب على الإرهاب باعتبار ألمانيا داعم كبير لمصر في حربها على الإرهاب، وأيضا باعتبار أن الإرهاب لا دين له وبيطال كل دول العالم في السنين الأخيرة. وخلال زيارتها لمصر التقت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وأكدت خلال هذه الزيارة تطلعها للتعاون مع الأزهر الشريف في مجال التصدي الفكري والعلمي للإرهاب وإظهار صورة الإسلام الحقيقية على وجهه الحقيقي، وأيضا تدريب الأئمة الألمان وتأهلهم من أجل مواجهة الفكر المتطرف. ولفتت أيضا إلى أنها بتأمل في استكمال النقاش حول سبل التعاون المشترك بين الأزهر وألمانيا خلال زيارة فضيلة الإمام الأكبر القريبة والمرتقبة لبلدها. كمان خلال هذا اللقاء يعني أوضح أو استعرض دكتور أحمد الطيب الدور الأزهر الشريف في التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا والتصدي أيضا للأفكار المغلوطة عن الإسلام وأوضاع المسلمين في الخارج والتصدي أيضا للإرهاب. وأطلع شيخ الأزهر الإمام الأكبر المستشارة الألمانية على إعلان الأزهر للتسامح والمواطنة الذي أعلنه الأربعاء الماضي، وده كان في ختام مؤتمر الأزهر الدولي بمشاركة مسلمين ومسيحيين من الشرق الأوسط، وأعلن هذا المؤتمر بالتأكيد رفضه للإرهاب وإلصاقه بالإسلام. أشار الدكتور الطيب إلى دور مرصد الأزهر العالمي الذي يعمل بلغات عديدة لرصد ما تبثه التنظيمات الإرهابية من أفكار هدامة والرد عليها. حرص المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على لقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كان بالتأكيد بيتبعه حرص أيضا على لقاء البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية باعتبارهم قطبي الوحدة الوطنية في مصر في الفترة الأخيرة. الحقيقة في خلال هذا اللقاء اجتمعت أيضا المستشارة الألمانية والوفد المرافق لها مع عدد من كبار أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتفقدت أيضا المستشارة الألمانية الكنيسة البطرسية التي تعرضت لتفجير إرهابي في شهر ديسمبر الماضي ووضعت إكليلا من الزهور في ساحة الكنيسة، وأيضا وقفت دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث. لسه بنتابع أصداء زيارة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، واللي كان في حفاوة واحتفاء كبير بهذه الزيارة من قبل كل المصريين شعبا وحكومة. وبالمناسبة دي أقيمت في قلب منطقة أهرامات الجيزة الأثرية الساحرة لكل دول العالم أقيمت احتفالية فنية ثقافية كبرى حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الاحتفالية أقيمت ترحيبا بقدوم المستشار الألمانية أنجلا ميركل والوفد المرافق لها. الحقيقة هذه الاحتفالية الفنية الثقافية قدمت فيها الكثير من اللوحات الفنية الرائعة، وكانت بتعتبر أيضا فرصة للترويج للمقاصد السياحية المصرية لدعم تدفقات السياحة الأوروبية إلى مصر وعلى رأسها السياحة الألمانية. وبذكر السياحة والترويج للسياحة نروح للملف السياحي وإعادة الحركة السياحية مرة أخرى إلى مصر بكل مقاصدها السياحية، وبما أننا في فصل الشتاء فده موسم الأقصر وأسوان تحديدا، ووصل لمطار الأقصر بالأمس 4 رحلات شارتر مباشرة من المطارات الألمانية بتقل 500 سائح ألماني في زيارة للمعالم الأثرية والسياحية بالأقصر في البرين الغربي والشرقي. صرح بكده مدير مطار الأقصر الدولي أحمد عبد اللطيف، وأوضح أن الرحلات الأربعة وصلت على التوالي من مطارات ميونخ ودوزلدورف وفرانكفورت وشونفيلد.
الحقيقة كمان وصل إلى منطقة تونة الجبل بمركز ملوي بمحافظة ألمانيا بالأمس، وفد بيضم 86 سائح ألماني لزيارة المعالم والمناطق الأثرية بهذه المنطقة. وأوضح مدير مكتب تنشيط السياحة بتونة الجبل فرج عبد العزيز أن هذه الزيارة التي تأتي لأول مرة وبعد طول غياب للسائحين الألمان تتضمن زيارة مقبرة إيزادورا والساقية الرومانية ولوحة الملك إخناتون ونفرتيتي، يعني ثم يقومون أيضا بزيارة منطقة آثار الأشمونيين وآثار تل العمارنة. أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتنتهجه مصر بقيمة 250 مليون دولار. هذا الاتفاق ذكر خلال كلمة الوزيرة أمام منتدى الأعمال المصري الألماني واللي نظمته الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، واللي شارك فيه أوفا بيكماير وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة وأريك شايتزر رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية. الحقيقة الوزيرة دكتور سحر نصر أيضا أشارت خلال كلماتها إلى أنه الوزارة بتعمل على الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال زي قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال، بالإضافة طبعا إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي. وأشارت الوزيرة أنه من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى، وأكدت على التزام مصر بسرعة إصدار قانون الإفلاس فهو خطوة ضرورية للغاية للمستثمرين لإيجاد وسيلة لسهولة الدخول والخروج أيضا من السوق. أما وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة فصرح من جانبه أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطورات اقتصادية وسياسية كبيرة ولها دور مهم لتحقيق الاستقرار ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في أوروبا بالكامل، وأنه مجتمع الأعمال الألماني يدعم العلاقات مع مصر وأشاد أيضا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وأنه مصر أهم شريك تجاري لبلاده في أفريقيا. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المملكة العربية السعودية عادت حصة مصر من تأشيرات الحج إلى ما كانت عليه قبل التخفيض اللي كانت أجرته السعودية على كل الدول بنسبة 20% بسبب التوسعات اللي كانت بتقوم بها المملكة في الحرم المكي، وأعلنت بعدها بعد انتهاء هذه التوسعات أن التأشيرات هتعود لمعدلها الطبيعي. وأوضح أيضا أن معدل أو حصة مصر من التأشيرات هتعود لما كانت عليه قبل التخفيض واللي كانت 78,138 تأشيرة بدلا من 62,511 تأشيرة اللي كانت حصة مصر بعد التخفيض، وبفارق 15,627 تأشيرة للحج. هذه التصريحات لوزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة بتأتي في إطار اجتماعه بالأمس مع اللجنة الوزارية العليا للحج واللي كان برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وده كان لبحث الاستعدادات الخاصة ببعثة حج هذا العام. وأضاف وزير الأوقاف أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على الإعداد المبكر لموسم الحج هذا العام وتقديم أفضل ما للحجاج وأهمية توفير البعثة الطبية كافة الخدمات الطبية قبل وصول الحجاج بوقت كاف وإرسال الأدوية قبل أسبوعين على الأقل بحيث يذهب الحجاج وتكون البعثة الطبية موجودة بكامل هيكلها، والعمل أيضا على حسن اختيار إقامة الحجاج وتوفير جميع الإمكانيات والتنقلات لهم. وبنتابع زي كل يوم في هذا الصباح حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم وفي الأيام القليلة القادمة، وبتكون معنا يوميا على الهاتف الأستاذة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية. صباح الخير أستاذة أمال. أهلا صباح الخير أستاذ محمد والأستاذة علاء والأستاذة المشاهدين. صباح الخير أستاذ. أهلا بيكي. يمكن في ناس كتير بتعتقد أن الشتاء تقريبا خلاص بينتهي
وان مش هيحصل موجات برد ثانيه باعتبار ان الايام الاخيره او الاسبوع الاخير كانت درجات الحراره الى حد ما مرتفعه وكان في دفء بشكل ملحوظ خصوصا في ساعات النهار. عايزين نعرف من حضرتك اخبار الجو هيكون ايه النهارده وفي الايام القادمه، هل هتستمر درجات الحراره في هذا المعدل؟ كل خرائط الطقس وصور الاقمار الصناعيه بتشير الى استقرار تام في الاحوال الجويه اليوم والايام القادمه، لكن احنا مش عايزين ننسى برضو ان احنا ما زلنا في فصل الشتاء، يعني ممكن انه يحصل اي تغيرات في الاحوال، اذا كان في انخفاض للحراره او اذا كان يحصل سقوط امطار، احنا ما زلنا في فصل الشتاء، وحتى لو كنا دخلنا في الربيع برضو بيكون النص الاول منه فيه بعض سمات فصل الشتاء، فاحنا ما زلنا ما نقدرش نقول ان احنا خلاص نصيف او نخفف الملابس يعني. أستاذة أمال، يعني وإحنا الفترة اللي فاتت كنا متعودين دايماً بيكون في ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، هل هذه الظاهرة مستمرة معانا ولا مع ارتفاع درجة الحرارة بتقل؟ لا، هي بتفضل معانا موجودة، بدليل إن هي بتكون موجودة أيام الصيف، دي بتبقى لزيادة نسبة الرطوبة اللي موجودة في الجو، فهي موجودة معانا اليوم والأيام القادمة بإذن الله. طبعا دي بتستدعي ان نتوخى الحذر في الطرق السريعه والالتزام بسرعات المقرره من اداره المرور تجنب للمخاطر. لكن بالنسبه لطقس اليوم، ان احنا هنقول عليه ان هو طقس مائل للدفء على السواحل الشماليه وبيكون معتدل على الوجه البحري والقاهره ودافئ على جنوب البلاد، وطبعا بيكون شديد البروده اثناء الليل. في بعض السحب المنخفضه المتوسطه بتكون موجوده على شمال البلاد، قد تكون مصحوبه بامطار خفيفه على شرق الساحل الشماليه الشرقيه رفح والعريش، لكن جميع المناطق الاخرى خاليه تماما من فرص سقوط الامطار. تمام، في اي تاثير على الحركه الملاحيه المختلفه في موانئ مصر المختلفه يا استاذ امال، ولا استقرار الحراره مش مأثر؟ الرياح بتكون معتدله وبتنشط على البحر الاحمر، لكن لا تعوق حركه الملاحه سواء على البحر الاحمر او على البحر المتوسط. تمام. درجات الحراره بالظبط، بالنسبه لدرجات الحراره السواحل الشماليه الغربيه السلوم مطروح وحتى اسكندريه 19 12، اما السواحل الشماليه الشرقيه رفح والعريش وشمال سيناء 20 13، الوجه البحري والقاهره 20 13، اما جنوب سيناء والغردقه 24 14، شمال الصعيد الفيوم والمنيا وحتى اسيوط 23 10، جنوب البلاد الاقصر واسوان وحلايب وشلاتين وشرم 27 12. نشكرك، شكرا جزيلا الأستاذ أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتربويات، شكرا لك. بنكمل أخبارنا وبنروح للشأن الأفريقي والمصالح الأفريقية أو العمق الأفريقي لمصر في أفريقيا والدول الأفريقية المختلفة. بالمناسبة دي عقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي ندوة من أجل خدمة المصالح المصرية في أفريقيا وأيضا من أجل تحقيق التعاون بين الأشقاء الأفارقة. يعني من خلال هذه الندوة تم بحث فرص زيادة التعاون بين مصر وأفريقيا في مجالات الإعلام والصناعة والتشييد والزراعة وغيرها أيضا من المجالات الأخرى لتعزيز هذا التعاون مع الأشقاء الأفارقة. هنشوف أكثر تفاصيل عن هذه الندوة من خلال هذا التقرير. تأكيدا على العلاقات المصرية الإفريقية وفتح آفاق اقتصادية جديدة، عقد المجلس المصري الأوروبي ندوة حول كيفية تفعيل الشراكة المتاحة، بالإضافة إلى دور مصر بحكم موقعها كجسر يربط بين إفريقيا وأوروبا. عندنا الأوان النهاردة أن احنا نعيد علاقتنا وثقتنا في إفريقيا ونقول للعالم كله احنا على خط واحد من الشمال إلى الجنوب، ونفكر في البنية الأساسية الحقيقية اللي تربط أفريقيا كلها، ونعمل دراسة جديدة على الفيجن، على الرؤية المستقبلية للتعاون الأفريقي الإفريقي، وكيف يمكن أن يتمسك ويتكامل هذا التعاون مع دول الجوار سواء كانت دول الآسيوية أو الدول الأوروبية. تنسيق مستمر بين وزارة الخارجية ودول القارة الإفريقية لتحقيق التعاون في مجالات عديدة. هو وجودهم النهاردة وغير دليل أن احنا بننفتح بقوة على أفريقيا، وطبعا في أليات هم هيناقشوها مع بعض إزاي يحصل تواصل، ما تبقاش دي زيارة بس فقط، بقى لهم علاقات قوية مع قرنائهم المصريين لإطار تبادل المعلومات والأخبار الصحيحة والدقيقة عما يحدث في دولهم وما يحدث في مصر إن شاء الله. خبراء الاقتصاد أكدوا أن مصر لديها العديد من الفرص والأسواق الواعدة، ما يمهد لزيادة التبادل التجاري.
عندك بترول وعندك غاز وعندك يورانيوم وعندك ذهب وعندك فحم، كل اللي انت عايزه، عندك زراعة وعندك مية وعندك أسماك أنا لما أقعد أعدد وكل ده يطلع منه صناعات. بس انت محتاج قوانين تسهل، محتاج بنية تحتية، طرق، سكك حديد. السكك الحديد أهم من الطرق. وتسعى مصر مع دول الجوار الإفريقية في دفع مسيرة التنمية وتعزيز الجهود وتحقيق التكامل الاقتصادي. مصر هي بوابة العبور للقارة الإفريقية لما تمتلكه من ثروات ومقومات طبيعية، شراكة استراتيجية تسعى إليها مصر من أجل مد جسور التعاون مع دول القارة السمراء، تقوم على تبادل المصالح المشتركة وتحقيق التنمية. محمد الخطيب، النيل. لسه مكملين معاكم جولة أخبارنا، وطبعا التكنولوجيا هي لغة العصر، ومن هنا مصر دائما بتحاول توفير مختلف الأدوات التكنولوجية للمواطنين في مختلف الأماكن. وفي هذا الإطار صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي أنه سيتم افتتاح مركزين تكنولوجيين بمنطقتي برج العرب وأسيوط الجديدة قريبا. تصريحات الوزير جاءت عقب افتتاح المركز التكنولوجي المتكامل بحي الأسمرات، وكان بيرافقه وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ورئيس الهيئة القومية للبريد المهندس عصام الصغير. هي الوزير أثناء هذا الافتتاح أضاف أنه المراكز التكنولوجية بتأتي في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة، تمهيدا للتحول للمجتمع الرقمي القائم على تبادل وتكامل المعلومات. وأشار أيضا ياسر القاضي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لأن المراكز التكنولوجية المتكاملة مصممة على أعلى مستوى تكنولوجي، وأيضا مجهزة بكافة الأجهزة التكنولوجية حتى تقدم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية وخدمات الأحوال المدنية اللي بتقدم من خلال البريد المصري، بالإضافة لتقديم الخدمات الحكومية المتعلقة بالتوثيق والشهر العقاري بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات لتقدم خدمة مميزة وحضرية بتليق بالمواطن المصري بيستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين. بيقع المركز التكنولوجي المتكامل بحي الأسمرات على مساحة 750 متر مربع، وبيتكون من 3 أدوار وتشمل 34 شباك مجهزة جميعا لتقديم مختلف الخدمات الحكومية المميكنة للجمهور، ومن المقرر أنه يقدم أكثر من 1000 معاملة حكومية يوميا. السياحة العلاجية طبعا بتعتبر نمط سياحي غير تقليدي بالإضافة إلى الأنماط المتعددة اللي بتتميز بها مصر، لكن أيضا السياحة العلاجية يعني بيتم إلقاء الضوء عليها والتركيز عليها هذه الفترة، لأن مصر بتتمتع بالكثير من الأماكن المميزة اللي بتصلح كمناطق للاستشفاء والعلاج من العديد من الأمراض. يعني في إطار اهتمام الدولة بهذا النمط السياحي، أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عن إقامة مؤتمر مصر والسياحة العلاجية في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 23 إلى 25 من هذا الشهر. انعقاد المؤتمر بيأتي في إطار خطة للتعاون المشترك مع الوزارات المختلفة لوضع مصر على قائمة السياحة العلاجية، وبالتأكيد في محاولات كثير زي ما ذكرت لي وضع مصر على هذه النوع من أنواع السياحة، مش بس السياحة الشاطئية أو الثقافية أو التراثية، ولكن أيضا السياحة العلاجية، وفيه اهتمام كبير بيها في الفترة الأخيرة. ويمكن برضو تابعنا من أسبوع أو أكثر زيارة نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي لمصر اللي كانت في هذا الإطار لتدشين بداية الاهتمام بالسياحة العلاجية في مصر، وأيضا كانت بتأتي كخطوة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية. هنتابع أكتر في التقرير اللي جاي موضوع السياحة العلاجية ونرجع لكم مرة تانية. مصر والسياحة العلاجية في شرم الشيخ، مؤتمر للتعريف بما تمتلكه مصر من مؤسسات علاجية وتخصصية في مجالات الطب كافة. هذا المؤتمر مفتوح أمام الجميع، الجامعات كلها، المحافظات كلها، المحافظين اللي عايز يشترك، اللي عايز يشترك بمجموعة عمل، إحنا بنستضيفه. الدولة مش هتتحمل قرش، أنا بأؤكد الدولة مش هتتحمل حاجة غير تنشيط السياحة، وده دور من دور أو من أدوار تنشيط السياحة. بتدعم الاقتصاد القومي
بتدعم صناعة السياحة، بتدعم المؤسسات الطبية، بتوفر عملة صعبة قد يلجأ البعض للعلاج في الخارج، وأيضا بتقدر تخلي الكوادر الطبية تعمل بكل جودة وجد. السياحة العلاجية ليست فقط للاستشفاء كما هو متعارف عليه، لكنها تمتد لتشمل المستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى إلى ظهور مصطلح السياحة الطبية أو medical tourism. فأنا عندي وصف تفصيل لكل حاجة، وبعدين عندي كمان يقدر يدخل تاني يشوف إيه الخدمات والتسهيلات المتاحة، زي إيه الفنادق اللي موجودة، إيه الطرق المؤدية، إيه أقرب مطار، إيه الأسعار. عندي لينك تاني أقدر أدخل أعرف أحجز عن طريقه، يعني مجرد أدخل على الخريطة دي أنا كمان أعرف أحجز عشان أجي المكان بتاعي. العيان ممكن يقعد 100 سنة مستني الدواء برة، لأن تكلفة العلاج هناك حوالي 100,000 دولار. في مصر بنعمله بتكلفة بسيطة، وفي نفس الوقت بيقدر العيان يجي ويحصل له استشفاء. في مصادر السياحة العلاجية تبقى مصر رقم واحد، لأن إحنا عندنا سفاجة مشهورة عالميا طبعا، وزارة السياحة العالمية أقرتها العلاج الصدفية والروماتويد. عندنا جنوب سيناء، عندنا سيوة، عندنا الوادي الجديد، الواحات البحرية، أسوان، وادي النطرون، عين الحمراء. مصر لديها من المقومات الطبيعية التي هيأت للسياحة العلاجية قدرا كبيرا لازدهار هذا النوع من العلاج بأشعة الشمس الذي تفتقده الكثير من دول الشمال، ومنها ستجذب مصر طلاب هذا النوع من العلاج من الدول الأوروبية والعربية والإفريقية، ومنها ستوضع على قائمة السياحة العلاجية. فسانت أكرم، النيل. ولسه بنتكلم عن السياحة، ولكن هذه المرة مبادرة مختلفة بالدراجات في سيناء. بتنطلق مسيرة لقائدي الدراجات النارية تحت اسم سيناء أمان، وده بمشاركة أكثر من 80 متسابق ودراجة نارية وتحت رعاية هيئة تنشيط السياحة. ومن المقرر أن ينطلق الدراجون المصريون المشاركون في المسيرة من القاهرة وإلى مدينة دهب، سوف يقضوا ليلة هناك، ثم التوجه صباح الأحد إلى شرم الشيخ. هيئة تنشيط السياحة قالت في بيان ليها إنها بتحرص دائما على رعاية ودعم مثل هذه البطولات الرياضية، واللي من شأنها المساهمة بصورة فعالة في عرض المنتج السياحي المصري على المستوى الدولي، وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، بتوجيه رسالة للعالم كله ممثلة في هؤلاء المتسابقين بأن مصر بلد أمن قادرة على استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية. وأضافت أيضا أن السياحة الرياضية بتعد من أهم الأنماط السياحية، وبتلقى رواج من مختلف الجنسيات، وده بيساهم بشكل مباشر في إقبال السائحين وزيادة نسبة الإشغالات السياحية في المدن اللي بتشهد هذا الحدث. ومن الأخبار الفنية وتحديدا أخبار المسرح، بيختتم اليوم مهرجان أفاق مسرحية، يختتم دورته الرابعة مصر بكرة على مسرح الهناجر في الأوبرا، بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم والنجم الكبير محمد صبحي رئيس شرف المهرجان. المهرجان في دورته الحالية هيكرم نخبة من رواد المسرح والفنانين، منهم الراحل أحمد راتب وفاروق فلوكس ومحسن محي الدين، وهيتم أيضا تكريم اسم النجمة الراحلة فيروز. يذكر أن المهرجان بتضمن تقديم 65 عرض مسرحي للشباب ب17 محافظة. ولسه بنكمل أخبار أيضا فنية، ومن المسرح إلى الموسيقى، حيث تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بالإسكندرية مهرجان حكاوي الجاز في الفترة من 7 مارس الجاري وحتى 1 أبريل القادم. وهذا المهرجان بيقدم حفلات موسيقى الجاز على مدار 4 أسابيع بالقاهرة والإسكندرية. المايسترو هشام جبر مدير مركز الفنون بمكتبة إسكندرية قال إن مهرجان حكاوي الجاز قام مركز الفنون بمكتبة اسكندرية بتنظيمه بهدف إحياء موسيقى الجاز ورفع وعي الجمهور بثراء هذا العالم الفريد والمختلف من الموسيقى، بالإضافة لأصولها وأنماطها المختلفة. المهرجان بيقام على مدار 4 أسابيع في القاهرة واسكندرية، وبيحيي الحفلات فرق موسيقى الجاز من مصر وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية أصل موسيقى الجاز. بيضم برنامج المهرجان 12 حفل موسيقي بتقدم للجمهور مجموعة متنوعة من أنماط موسيقى الجاز زي نمط اللاتيني والسوينج والفيوجن، بالإضافة لموسيقى الجاز المعاصرة وموسيقى الجاز العربي.
طبعا الاتجاه العالمي الان هو استخدام الاشياء اللي بتحافظ على البيئه او كما تسمى صديقه البيئه، ومن هنا بيحاول العلماء على طول ان هم يطوروا ابحاثهم للوصول على كل جديد في هذا المجال. ايضا باحثين في مصر هنا في جامعه النيل طوروا يعني طريقه جديده او فكره علميه لاستخدام قشور الروبيان او الجمبري كمواد بلاستيكيه وتحويلها للدائن قابله للتحلل، وهي حتى الان يعني بتلقى فقط كمخلفات، لكن هم عملوا على تطوير ابحاث للاستفاده منها واستخدامها كمواد بلاستيكيه. الحقيقه هم بيعملوا الباحثون اللي طوروا هذه الطريقه لاستخدام قشور الروبيان وتحويلها لدائن بلاستيكيه صديقه للبيئه، انها هي تستخدم في صنع اكياس لتعبئه وتغليف مواد البقاله تحديدا، لانها يمكن انها تعزز من صلاحيه المواد الغذائيه لفترات اطول وبكفاءه اعلى، وما تضرش ايضا بالمواد الغذائيه اللي هتكون محطوطه جوه هذه الاكياس، وده بالتاكيد كله بيساعد على الحفاظ على البيئه وايضا على صحه الانسان. خلونا نتابع التقرير ده ونرجع لكم مره ثانيه. أكياس بلاستيكية صديقة للبيئة، حلم راود كثير من دول العالم المتقدم، إلا أن باحثين مصريين في جامعة النيل استطاعوا تطوير طريقة لتحويل قشور الروبيان الجمبري التي تلقى كمخلفات إلى أغشية رقيقة من اللدائن القابلة للتحلل. ويأمل الباحثون في أن تستخدم هذه اللدائن الصديقة للبيئة في صنع أكياس لتعبئة وتغليف مواد البقالة وما إلى ذلك، بينما يشتري الباحثون قشر روبيان قبل التخلص منه من مطاعم ومتاجر وصيادين محليين بأسعار زهيدة. طبعا عندنا قشر الجمبري ده عباره عن ويست، احنا ما بنستخدموش في مصر في حاجه، احنا بنرميه، فاحنا ممكن نستخدم الماده دي فاحنا نعمل اكياس بلاستيك، اكياس كويسه برضو سهله الاستخدام، تكون نظيفه امنه للاكل او بالنسبه للحاجه اللي نحط فيها، بالاضافه كمان ان هي كويسه للتربه، لما انا ارميها هتبقى كويسه للتربه، لو في حيوان مثلا اكلها برضو هتبقى امنه بالنسبه له. ويجرى تنظيف القشور ومعالجتها كيميائيا ثم اذابتها وتحويلها الى محلول يجفف ثم يتحول إلى أغشية رقيقة من البلاستيك، وهي تقنية يقول الفريق البحثي إنه يمكن استخدامها في الإنتاج الصناعي على نطاق واسع. ويجرى البحث بالتعاون مع فريق جامعة النيل المكون من 4 باحثين وفريق بحثي من جامعة نوتنغهام البريطانية. احنا في اول 6 شهور من المشروع دلوقتي عملنا جزء من النماذج ولسه بنكمل، بيبقى فيه زيارات متبادله، الدكتوره اللي هي المسؤوله في نوتنغهام جات لنا اول بدايه المشروع من 6 شهور، اتكلمنا وعملنا اتفاقيات مع وزاره الصناعه ومركز قومي للبحوث عشان نعمل بعض التجارب، وفي خلال 6 شهور تاني هي هتيجي تاني، وبعد كده الفريق البحثي بتاع جامعة النيل هيسافر لنوتنغهام. وتقول جامعة نوتنغهام إن هذه النوعية من تعبئة وتغليف المواد الغذائية لأجيال المستقبل يمكن أن تعزز صلاحية المواد الغذائية لفترات أطول وبكفاءة أعلى، كما توفر في استهلاك الطاقة، الأمر الذي يكون له أثر إيجابي بشأن فاقد الغذاء في دول عديدة. ويتمثل التحدي الذي يواجه الدراسة حتى الآن في تحديد خط إنتاج يمكن من خلاله تصنيع مواد البوليمر الحيوي القابلة للتحلل لأكياس التسوق وتغليف المواد الغذائية. زي ما تعودنا طبعا كل يوم في هذا الصباح بيكون معانا في جولة أخبارنا مجموعة من الأخبار اللي بتهم الصحة أو نصائح طبية ومعلومات في هذا الإطار، والنهاردة بنتكلم عن أحد الأبحاث أيضا اللي نشرت على الموقع الهندي بولد سكاي، بتتكلم عن قائمة بالأطعمة اللي يجب استبدالها بأطعمة أخرى صحية، ومن هذه الأطعمة زي ما بيقول هذا التقرير الخبز الأبيض الأفضل استبدال بالخبز الذي يحتوي على حبوب كاملة والغني بالألياف، أيضا الزبادي قليل الدسم، الألبان كاملة الدسم هي الأفضل وهي الخيار الأصوب للصحة. من ضمن برضو الأطعمة اللي ذكرها التقرير لنشر بول سكاي
المايونيز واللي يمكن بيحبوا الكثير من الأطفال في الساندوتشات وفي الأكلات المختلفة، واللي بيحتوي على سعرات حرارية عالية جدا، والتقرير ذكر أنه يجب استبداله بالمستردة اللي بيحتوي على سعرات حرارية أقل. أيضا المشروبات الغازية بتسبب الأمراض على المدى الطويل، لذا يفضل استبدالها بالعصائر الطازجة اللي ما بتحتويش أيضا على سكر كتير. وآخر حاجة ذكرها التقرير هي اللحوم المصنعة، واللي ممكن تصيب الإنسان بأخطر الأمراض، وبالتأكيد اللحوم الطازجة هي الأفضل في كل الأحوال. خلونا نعرف أكثر عن خطورة هذه الأطعمة وضرورة استبدالها ببدائل أخرى من الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، هو معنا على الهاتف. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير، أهلا بيكم. أهلا بيك. يمكن حضرتك كنت سامع الخبر معنا، والأطعمة اللي يمكن بنستخدمها من غير ما نشعر، أو بناكلها بنتناولها من غير ما نشعر على المدى الطويل، واللي ممكن تسبب أمراض زي العيش الأبيض، الزبادي قليل الدسم، المايونيز، المشروبات الغازية، واللحوم المصنعة. خطورة هذه الأطعمة يا دكتور على المدى الطويل، واللي ممكن تسببه من أمراض؟ هي طبعا اللحوم المصنعة طبعا فيها نسبة عالية أوي من الدهون، وفي نفس الوقت كمان نسبة عالية من المواد الحافظة، ودي طبعا على المدى الطويل لها علاقة طبعا بارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب بوجه عام. المواد الحافظه طبعا ده برضه كلها مواد مؤكده، كلها يعني بتبكر من الشيخوخه عند جميع الاشخاص، وفي نفس الوقت بتقلل من جهاز المناعه للجسم. لو احنا حبينا نضيف الحقيقه برضه شويه بدائل كمان، ان احنا مثلا اللي هو السيريال بتاعه حب الفطار بتاعه الصبح دي، ممكن في دلوقتي طبعا نازل منها حاجات بالشوكولاته وحاجات فيها نسب سكر عاليه، احنا ممكن نستبدلها بالبليلة، يبقى حبة القمح الكاملة مع لبن مثلا قليل الدسم. عندنا كمان ممكن نستبدل يعني رش السكر على بعض حبوب الافطار برضو، ان انا احط معاها قطعة من الفاكهة كوسيلة للتحلية. عندنا كمان الحقيقة اللحوم برضو يعني ده مهم قوي، ان انا هنستبدل دايما ان اشتري قطعة اللحم الحمراء اللي هي قليلة الدهون، وفي نفس الوقت لما اجي اسويها اسويها بطريقة السلق او او الشوي، بدل ما انا احمرها في طبعا في دهون والحاجات دي كلها. كمان لما اجي اشتري لحم مفروم الحقيقة انا بنصح السادة المشاهدين، لان انا لما بشتريها جاهزة بيبقى نسبة الدهون فيها عالية، حتى لونها بيبقى ابيض، لكن انا ممكن اشتري قطعة اللحم الحمراء وافرمها في البيت، وبالتالي بقلل طبعا من من الدهون. نيجي بعد كده بقى لنسب الملح، دايما نستخدم الأغذية اللي هي نسب الملح فيها قليلة، ونبعد عن الأغذية اللي فيها نسب ملح عالية زي المخللات زي الأسماك المملحة، ونستبدلها بمخللات برضو بتصنع أساسا، بدل ما بحطه ملح كتير بحطه نسبة عالية من الخل كبديل كبديل للملح. طبعا استبدال برضو المشروبات اللي فيها نسبة يعني فيها نسبة كافيين كتيرة ونسب سكر عالية، ان احنا نستخدم برضو مشروبات اللي هي البدائل الاخرى بتكون نسب الكافيين فيها قليله. لو احنا عايزين نشرب بقى مياه يعني مياه غازيه، الصودا ماء الصودا موجود، ممكن اجيب ان انا يعني اجيب عصير فاكهه واضيف عليه ماء الصودا لوحده، وابعد بقى عن عن الكولا والحاجات دي، علشان برضو نسب الكافيين النسب الكافيين العاليه لهذه بدائل السكر العاليه برضو. يعني بتنصح ان احنا يبقى في اعتدال دايما، خصوصا في السكر، في استخدام السكر واستخدام الملح، السموم البيضاء زي ما بيطلق الملح، وكمان حتى المكسرات المملحه واللب والسوداني والحاجات اللي الناس بتستخدمها، برضو يبقى عند الراجل عنده لب من غير ملح وعنده سوداني من غير ملح، ده افضل بكتير جدا من الحاجات اللي هي بتبقى عليها نسب الملح العاليه يعني. طيب دكتور محمد، تمام دكتور محمد، كمان يعني التقرير بيتكلم عن الأطعمة اللي يجب استبدالها بأخرى، الزبادي قليل الدسم، ويمكن ده الشائع خاصة عند اللي بيتبعوا النظام غذائي يعني أو حمية غذائية للتخسيس، إنه الزبادي قليل الدسم هو الأفضل، وإنه يعني بيحافظ على استمرار النظام الغذائي وأيضا خفض معدلات الوزن يعني. طبعا الزبادي قليل الدسم عندنا، واللبن برضو قليل الدسم عندنا، برضو بعض انواع الجبن وموجوده الحاجه كتير قوي في السوق المصري اللي هي التشيدر،
والتشيدر دي نسب الدهون بتاعتها عالية قوي، فممكن نستبدلها بأصناف أخرى من الجبن زي الجودة والإدم والإمنتال والحاجات دي اللي هي نسب الدهن فيها أقل. ولكن التقرير كان بيقول إن الألبان كاملة الدسم هي الأفضل يا دكتور للصحة. هو طبعا إحنا بنتكلم يا فعلا صح، لأن الدهون الحقيقة بتاعة دهن اللبن مهمة جدا، وفي أحماض دهنية أساسية الجسم ما بيقدرش يكونها لازم ناخدها عن طريق الدهن، بالإضافة لأن مجموعة كبيرة أو من الفيتامينات بتكون دايبة في الدهون، في مجموعة اسمها فيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين اي، دول دي دايبة في الدهون، فلازم ناخدها عن طريق الدهون، لو حرمنا نفسنا من الدهون مش هناخد المجموعة دي من الفيتامينات. ولذلك حتى بنقول اللي هم لو الام او الاب بيعملوا رجيم وعايزين دهن قليل، الولاد لازم ياخدوا حاجات كاملة اللي هي كاملة الدسم، ما ندخلهمش في نظام الرجيم ده. طبعا كل ده بقى مرتبط بالوزن، يعني لو احنا عندنا وزن عالي وعندنا مشاكل ضغط دم وارتفاع نسب الكوليسترول هناخد قليل الدسم، لكن لو انا شخص عادي ما عنديش المشاكل دي كلها يفضل طبعا اللبن اللبن كامل الدسم والزبادي كامل الدسم افضل بكتير. تمام، بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الحوفي استاذ التغذيه بجامعه عين شمس على هذه النصائح الغاليه، شكرا جزيلا لك. يعني بنكمل معاكم أخبارنا تاني وبنروح لدار الأوبرا المصرية، وتم عرض فيلم تسجيلي بيحكي عن القوات المسلحة وهو الجزء الثاني من سلسلة في هذا الموضوع. الحقيقة الجزء الثاني من هذا الفيلم أو من سلسلة جيش الشمس بيحكي يمكن فترة مهمة جدا من فترات نضال وكفاح القوات المسلحة في التاريخ المصري، وهي الفترة من عام 1952 بداية ثورة 23 يوليو اللي أطاحت بالحكم الملكي وأصبحت القوات المسلحة هي الحاكمة في مصر، وحتى الفترة من عام 1956 اللي شهدت العدوان الثلاثي على مصر. خلونا نتابع هذا الفيلم عن طريق التقرير اللي جاي ونرجع لكم مرة تانية. كانت الضربة التي وجهها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للاستعمار وموقفه من تمويل السد العالي بإعلان تأميم قناة السويس، قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. استمرارا لسلسلة أفلام رجال من ذهب، استضافت قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية فيلم يحكي عن القوات المسلحة والمعروف بجيش الشمس، وهو يعد الجزء الثاني من الشنش. الندوة النهاردة دي أحد أفلام سلسلة رجال من ذهب، بتتكلم عن تاريخ العسكرية المصرية خلال القرن العشرين. الفيلم بتاع النهاردة ده الفيلم رقم 14، وهو الجزء الثاني من ثلاثية. الفيلم ده هو أحد مجموعة أفلام اتعملت عشان تأرخ وتثبت التاريخ المصري، وخصوصا تاريخ الثورة أو المعارك اللي محدش بيحاول يثبتها أو يأرخ لها. فاللي أنا شايفه النهاردة حضرتك ده فيلم رائع عظيم. حضر الفيلم عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر، حيث يوثق الفيلم بطولات أبطال المعارك. والشعب المصري دايما هو البطل في كل مواحد، في 52 هو البطل، في 67 هو البطل، في 73 هو البطل، في مارس 30 يونيو هو البطل، الشعب المصري هو البطل. احنا كقوات مسلحة درع لهذا الشعب ولهذا البطل. انا شايف ان هي طبعا حقبة كانت مهمة جدا انها تظهر في التاريخ، كان البطل فيها هو الشعب المصري بإخلاصه وأمانته ووفائه للوطن وحبه للوطن. ده كان بيدعم كتير جدا القيادة السياسية في هذا التوقيت والشابة، وخصوصا بعد التغيير الكبير ما بين الملكية والجمهورية. الفيلم يحكي عن الفترة من عام 1952 إلى فترة العدوان الثلاثي عام 1956، ويجسد أهم الأحداث في تلك الفترة من خلال مشاهد وقصص بعض أبطال تلك الفترة. يعني زي ما تعودنا كمان في جولة أخبارنا الصباحية أن احنا بنحاول ننقل لكم آخر أخبار العروض.